نتواجد الآن أمام مديرية الصحة في مدينة إدلب، حيث نظمت الكوادر الطبية وقفة احتجاجية رفضا للمساعي الروسية لإيقاف المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء الحدودي. نلتقي الآن أحد الأشخاص المشاركين في هذه الوقفة ليحدثنا أكثر عن مطالب الوقفة وأهدافها. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عرفني بحالك. إناس زهرة، مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب. احكي لنا عن هاي الوقفة، إيش هدف الوقفة؟ طبعاً نحن اليوم الكوادر الطبية العاملة في محافظة إدلب نريد أن نوصل رسالة للمجتمع الدولي بضرورة أخذ معاناة المدنيين القاطنين في هذه المنطقة بعين الاعتبار، تجديد قرار إدخال المساعدات وأمر حيوي ومهم لحياة حوالي 4 مليون مدني يعتمدون في غذائهم ودوائهم على المساعدات القادمة عبر الحدود. عدم تجديد هذا القرار يعني الحكم بالإعدام على عدد كبير من المدنيين، لذلك لابد من العمل على تجديد القرار. الانعكاسات على القطاع الطبي ستكون كارثية جدا، هناك مراكز تلاسيميا، مراكز غسيل الكلية، مراكز مشافي النساء والأطفال، كلها خدمات نوعية ومهمة جدا سوف تتأثر بشكل كبير في حال لم يتم تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود. أبو أحمد تفضل معي. إيقاف المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء الحدودي وتحويلها لخطوط التماس، هذا الأمر يؤدي إلى كارثة حقيقية، ما ينذر بتوقف 41 مركز طبي يقدم الخدمات الصحية ويقدم الخدمات الطبية لعدد كبير من السكان في محافظة إدلب. لذلك نظمت الكوادر الطبية هذه الوقفة احتجاجا على هذه المساعي الروسية لإيقاف المساعدات الإنسانية وخوفا من التقارب الذي حصل بالفترة الأخيرة ما بين روسيا وتركيا والنظام. هذا التقارب يهدد حياة الناس وحياة المدنيين هنا في هذه المنطقة بحسب الكوادر الطبية التي نظمت هذه الوقفة الاحتياجية. عامر عاصي، مدينة إدلب، حلب اليوم.